المستمعين اللي يتابعوا فيكم. يعيشك، شكرا ليك كاتش فاطمة. دونك باش نحكينا على حاجة يدير الناس الكل توا ركزت فيها بالكذاب، بالأخص على المديني، نحى الكاسك وقعد مركز ويدخل منه خرج من الغادي، على خاطر الناس الكل يحبوا الفلوس. أي وانت عاد تقول لك ويني الفلوس. ويني الفلوس تحكيوا عليها. ما شنو هذا طاقة جذب المال؟ هل موجودة صحيحة هذه؟ والله كل شيء احنا ديما في، حتى في الحصص السابقة قلنا راهو الكون يسمع، وراهو فما برشا ارتداد لكل ما هو موجود ولكل ما هو طاقي. الساعة وقت نقولوا الفلوس هل نجذبوها؟ اي نجموا نجذبوها، كما نجذبوا السعادة ونجذبوا الاحداث الباهية والايجابية. زاد فما حاجة اسمها طاقة جذب المال، لكن كيفاش نجذبوها؟ اولا يلزم نحسنوا علاقتنا مع هالمال هذايا. بما معناه؟ فما حاجة حزامي تو يقولوها برشا تقام كي يحكي ويقول لك والله الفلوس بالعامية بالتونسي نحن وسخ دار الدنيا. انت لكن قلت الفلوس وسخ دار الدنيا سيئة، مع تسبق شيطة لروح الفلوس وقتها يعطيك السخ. وقت اللي هو ربي سبحانه معناتها جل جلاله الفلوس ذكرها في القرآن، المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ايوه، والباقيات الصالحات. يعني لهنا اذا كان عندنا هذه اللي هي باش تكون في الايه 45 هذولي من سوره الكهف، وعندنا معناها سوره الهمزه زاده تحكي على المال. اذا المال والطاقه نتاعو والموجود فيه قانون تحكي به عليه، حسن علاقتك مع المال، ما تجعلوش هو غاية المبتغى نتاعك وسبب السعادة وتردو معبود. ليه؟ ماهوش معبود، هو وسيلة للحياة كما قال ربي سبحانه معناها وجل جلاله، يخلينا نعيشوا السعادة، التوازن، خدموا في مصلحتك ومصلحة الجميع، اسعالوا، حسن علاقتك به توجيه. المال معناها يربو ويكثر ويتكاثر بالصدقات ومعناتها بعدم الإسراف، بالعلاقة الطيبة كما علاقتك مع إنسان، يعني كما المشاعر نتاعنا في كل شيء. نحسن علاقتنا مع المال بيه، كيفاش نضاهك بالخطوة الأولى الحقيقة؟ كيفاش باش نحسنها أنا علاقتي مع المال؟ ماذا بيا؟ ماذا بيا نحسن؟ أي معي مالناش تتحسن؟ قلت أول خطوة احنا نحسنوا علاقتنا معه، يعني ننظروا له ليه بالقداسة وليه زاد بالتحقير، نحترموه يعطيك صحة ضرورية نسعوا لها نخدموا باش نعملوها، ما نقعدوش في حالة احتياج، نعملوا رضاء بالموجود، نحلموا اللي احنا تو نحسنوا وتو يتكاثر غدوة في الأيام، ما نخزرش من اللي يقوم يا أنا ما عنديش وذاك عنده، ما نعددوش النعم نتاع الناس واللي عندهم الأموال وديما هذاك بالسرقة وذاك بندرشنو، لا لا علينا بأنفسنا، وهذه ديما نقولها لكم، نقولوا غدوة خير ونخدموا ونسعوا ونفركسوا على أساليب باش ندخلوا معناتها فلوس أكثر. فوالا، مش انت تبدا قاعد حاط يديك هكا وتقول اش بيه الفلوس ما جاتنيش، مني مانيش قاعد نسترزق كما الناس الكل، وانت قاعد ماكش تعمل في حتى مجهود، ماكش قاعد قصد ربي في خدمه ولا الا في حاجه اضافيه حتى ولا حتى في خدمتك، ماكش قاعد تبذل في المجهود الكافي اللي باش تسترزق منه طبعا. اي والشكوى ما ندخلوش في حاله شكوى، وما ندخلوش نقولوا ليه هذاك بالمال الحرام، ما يهمكش في اللي ربي ماله والا كثر ماله بالحرام، انت فركس بالحلال واطلب ربي في الطرق الحلال واسعى للطرق الحلال وتوجيك المال، ما تجعلوش منتهى السعاده نتاعك، اجعله سبب من اسباب السعاده باش تسعد وتسعد. وطاقه من اجمل طاقات جذب المال كونه تربطوا ارزاقكم بارزاق الغير، سواء راجل اللي يسعى على عائلته على اولاده على زوجته قد ما ينوى معناها هو باش يكون في مصلحتك العائله وفي سعادتهم وفي فوالا، يعني لهنا كوتش فما هدف جماعي، هدف نبيل اللي هو هدف جماعي كما الاسره والا غيرها والا حتى في الخدمه، يعني فما نفس الهدف. اي واللي ما عندوش الهدف الجماعي وما عندوش اسره وعائله يقول حتى باش يرزق في سبيل ربي سبحانه باش يعطي، هو صاحب الشركه وصاحب المشروع وقت اللي يبدا يسعى باش لتكبير مشروعه ولانماء المؤسسه صغرى كانت او كبرى باش ترتقي الناس الكل وتطلع، ووقت اللي تتحسن الدنيا يعطيهم تحفيز تزيد تطلع الشركه اكثر واكثر. هذا هو قانون الجذب القوي ياسر في المال، يعني قد ما تكون ممتن وتمتن وتسعى وتسعد وتعطي وتغدق قد ما ربي سبحانه يزيد يقوي لك في الطاقه نتاعك نتاع المال هذيا وتزيد تكبر. ان شاء الله ان شاء الله، هذا نتمناه طبعا للجميع، ان شاء الله الرزق الوفير الحلال ان شاء الله باذن الله. يعطيك الصحه كاتش.
ربي يبارك لك وان شاء الله نهاركم زين وربي ان شاء الله يكثر ارزاق الجميع. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يكون في عونكم. شكرا لك فاطمة الفرشيشي، الكلنا نحبوا طبعا يكون عندنا الفلوس، ولكن كما قالت حسنوا علاقتكم. امال حسنوا علاقتك بالفلوس؟ انت وياه اصحاب برشا. يلا شيء اخر باش نتقابلوا في موجز باهم الاخبار الجهويه والوطنيه وكذلك العالميه، باش نرجعوا الحقيقه على الازمه بين وزاره التربيه والجامعه العامه للتعليم الاساسي، نرجعوا على حجب الاعداد، نرجعوا على عده مسائل اخرى. طبعا مزيد التفاصيل ومزيد الاخبار تلقاها على الصفحه الرسميه غاديو كابافيم. اما لكن العاده باش تبدا في اختياراتك باش تسمعنا ادهم نابلسي شويه اخر.